اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، اسعدتم اوقاتنا اينما كنتم. سنكون مع حضراتكم على مدار وقت هذه الحلقه من برنامج منشات لنسلط الضوء سويا على موضوعات مختلفه وعناوين من صحف ومواقع اخباريه صدرت صباح هذا اليوم او في انتظار صدورها صباح اليوم التالي. في الجزء الثاني من هذه الحلقه سنسلط الضوء عن مؤتمر يوم المدن العالمي تحت عنوان تكيف وتعزيز لقدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية والذي يعقد بمدينة الأقصر. نناقش هذا الموضوع وكالمعتاد مع الكاتب الصحفي الأستاذ خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار. البداية ستكون لعرض لأبرز ما جاء في عناوين الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة، والبداية ستكون من الجمهورية التي أشارت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز عدد الأطقم الطبية بمطارات المدن السياحية المختلفة لإجراء المساحات الطبية اللازمة لهذه الوفود التي تزور الوجهات السياحية المختلفة. في اليوم السابع تقول أيضا للرئيس عبد الفتاح السيسي أن الرئيس وجه بأن تكون احتفالية طريق الكباش ترويجا لقوة مصر الناعمة ولحضارتها العريقة. في بوابة الأهرام تقول إن وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية للقوات المسلحة. في الوطن تنقل تصريح وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع الذي تقول فيه إن مشاركة مصر في معرض إكسبو دبي الأكبر والأبرز على مدار تاريخي هذا المعرض تشير بالطبع إلى الجناح المصري المشارك في فعاليات هذا المعرض. في موقع مبتدأ وفي سياق متصل أيضا تنقل تصريح رئيس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد قوله إن لمصر مكانة تاريخية في قلوب الإماراتيين وأبلغ الرئيس السيسي أننا نحبه. أخيرا مع موقع مصراوي تنقل عن وزير التنمية المحلية محمود شعراوي قوله إن الدولة أنفقت نحو 375 مليار جنيه لتحسين مستوى الخدمات الأساسية في محافظات الصعيد المختلفة. في الفقرة الإخبارية لهذه الحلقة البداية ستكون مع زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتفقده للجناح المصري المشارك في معرض إكسبو دبي 2020 الذي تستضيفه دولة الإمارات وتستمر فعالياته حتى نهاية شهر مارس من عام 2022. وقد رافقه أعضاء الوفد المصري الرسمي وعدد من الوزراء والمسؤولين في دولة الإمارات. وقد أكد رئيس الوزراء خلال كلمته بمناسبة تدشين الاحتفال باليوم الوطني لمصر في المعرض أن مصر كرست على مدار السنوات السبع الماضية جهودها لتعزيز مكانتها كأرض للفرص وإنجاز إصلاحات اقتصادية ملموسة. أضاف رئيس الوزراء أن الجناح المصري في معرض إكسبو دبي استعرض الحضارة المصرية العريقة ورؤية مصر لتغيير الحاضر واستشراف المستقبل. وخلال وجوده بالجناح المصري أكد رئيس الوزراء حرص الحكومة على توفير كل أوجه الدعم والمساندة لإقامة جناح يليق باسم الدولة المصرية وبتاريخها العريق بين دول منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية. أضاف أن المشاركة المصرية في هذا المعرض تستهدف تقديم مصر كوجهة استثمارية متميزة في المنطقة. وقد أوضحت وزيرة التجارة والصناعة أن عدد زائري الجناح المصري بلغ حتى الآن أكثر من 150 ألف زائر، وأنه من المتوقع أن يصل عدد الزوار لنحو 2.5 مليون زائر طوال مدة هذا المعرض. أما وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع فقالت إن المشاركة المصرية في معرض إكسبو دبي 2020 هي المشاركة الأكبر والأبرز للمشاركات المصرية في هذا المعرض على مدار تاريخه. أضافت أن الجناح المصري استقبل أكثر من 150 ألف زائر كما أشرنا خلال الشهر الأول لهذا المعرض. وفي تصريحاتها خلال الاحتفال باليوم الوطني لمصر في المعرض أشارت الوزيرة إلى أهمية تقديم مصر كوجهة استثمارية واعدة واحدة من بين أهم المقاصد السياحية والأثرية حول العالم.
سنسلط الضوء أيضا عن هذا الموضوع والمشاركة المصرية في معرض إكسبو دبي 2020 مع الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي والمستشار الأسبق للبنك الدولي. دكتور عمرو أهلا وسهلا بحضرتك. على المستوى الاقتصادي، على مستوى جني المغانم الاقتصادية كما يقولون، ما هي العوائد الاقتصادية التي تعود على مصر من وراء المشاركة بهذا القدر الكبير في إكسبو 2020؟ أولا مساء الخير عليك وعلى كل مشاهدي قنواتكم. أنا هكلمك من موقع الحدث، وأنا لسه يمكن راجع من دبي وزرت إكسبو ثلاث مرات، مرة واحدة ودخلت معرضنا المصري أو الجناح المصري اللي موقعه متميز جدا في أرض المعارض في منطقة إكسبو 2020. الحقيقة هذا المعرض بمنتهى الصدق ومنتهى الشفافية مفخرة لمصر. أنا يمكن وقفت يعني بوقت طويل على الطابور الحضور، لو تشوف قد ايه الناس متلهفة. ويمكن تحية كبيرة جدا الحقيقة لدولة الإمارات العربية المتحدة، علاقتنا بها التاريخية الأخوية النموذجية. طبعا كلنا عارفين، أنا مش هتكلم على هذا الجانب، لكن هناك قصة عشق مصرية في دولة الإمارات من أيام الشيخ زايد طيب الله ثراه الله يرحمه، وحاليا العلاقة الأخوية القوية استراتيجية ما بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد قائد الأعلى قوات مسلحة في دولة الإمارات، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي. وكلنا فاكرين الصور الجميلة للرئيس عبد الفتاح السيسي في السيارة متوجلا في دبي مع الشيخ محمد بن راشد، أو في أبو ظبي مع الشيخ محمد بن زايد. وهي العلاقة المتميزة اللي جعلت النهارده المعرض حقيقة كمية فاسيلتيز أو تسهيلات قدمتها دولة الإمارات لمصر، واهتمام خاص من دولة الإمارات بمصر في هذا المعرض. المعرض الحقيقة زي ما أنا قلت بقول لحضرتك، الجناح المصري متنوع. يمكن ونقطة مهمة الحقيقة لازم نعرفها، إن لولا الإنجازات المصرية ولولا خطة الإصلاح الاقتصادي المصري ولولا إن مصر عندها ملف، يعني سيبك من المعرض، النهارده مصر بتحقق نموذج اقتصادي متميز على مستوى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، على مستوى العالم حتى احنا من 18 دولة الوحيدة اللي حققنا نسبة نمو بوزيتيف أو إيجابي في خلال جائحة كورونا. عندنا ملف إعمار، عندنا ملف تنمية، عندنا ملف مدن جديدة، عندنا ملف مدن ذكية، عندنا ملف صناعة، عندنا ملف تجارة، عندنا ملف سياحة. والحقيقة لو تدخل المعرض وتشوف التنوع اللي موجود في المعرض، كمية الشاشات اللي موجودة في المعرض، كمية العروض، الأفلام التسجيلية، بل بالعكس الشيء الذكي والحركة الذكية الحقيقة اللي عملها الوزير النشيط الرائع الدكتور خالد العناني بإرسال التوابيت والقطع الفرعونية المصرية، اللي الحقيقة ادت طعم خاص للجناح المصري. وبعدين يمكن انا دخلت عدد من الاجنحه الحقيقه. يعني دكتور عمرو، معلش، هو المستهدف من قبل منظمي كل جناح، ونحن نتحدث عن الجناح المصري وهو الاكبر في ضوء كل المشاركات المصريه في تاريخ معارض اكسبو، المستهدف بشكل اساسي الزائرين العاديين غير المتخصصين الذين يريدون استشراف المستقبل المصري او النظر الى ملامح وبعض البصمات التاريخيه من التراث المصري القديم، ولا كيانات اقتصاديه مستثمرين كبار هم المستهدفون من بين المستهدفين الاساسيين في هذا المعرض؟ اولا خليني اقول لك حاجه ظريفه. معرض اكسبو طبعا شاسع جدا على مساحه كبيره جدا، مقسم الى اربع مناطق، منها منطقه الاستدامه سستينابيلتي، ومنها منطقه الاوبورتيونتي، يعني استمنها أربع قطع. إحنا محطوطين في منطقة الأوبورتيونيتي أو الفرص. ولذلك عشان أرجع لسؤالك، مين المستهدف من هذا المعرض؟ في شريحتين موجودين أنا شفتهم. شريحة الزوار العاديين، وأنا بقول لك المعرض أو الجناح المصري أو معرض الإكسبو بشكل عام، ويمكن الجناح المصري بشكل خاص، بيدي فرشة وبيدي معرفة وبيدي معلومة متنوعة وشاسعة وشاسعة ده الأهم، عن مصر، عن مصر كدولة، عن مصر كجمهورية جديدة، كدولة جديدة، من ناحية الثقافية ومن ناحية التراثية ومن ناحية الإنجازات ومن ناحية الثقافة ومن ناحية الاقتصاد. يعني أنا هقول لك، شفنا أفلام تسجيلية أو معروضات عن الأدباء والكتاب من أول مصطفى أمين لرفعت طهطاوي، حاجة جميلة الحقيقة، سرد بالأسماء وبالصور. شفنا الحقيقة المدن الجديدة العملاقة اللي بتتم النهاردة، قناة السويس، منطقة قناة السويس الاقتصادية، المدن الجديدة، العالمين، الجلالة. الحقيقه اللي ما يعرفش مصر، يمكن بقول لك الكلام ده، وانا زرت الاكسبو مرتين، وقفت مخصوص مره ثانيه على الجناح المصري
لان في بعض الاماكن انا ما قدرتش ازورها من كتر الزحام ومن كتر الوقوف امامها يعني. فالشريحتين عشان ارجع لسؤالك، الشريحتين للمستهدفين من هذا المعرض هم المستثمرين. طبعا في شركات كتيره جدا وفي مستثمرين موجودين جايين لدبي باعتباره اكبر حدث تجاري عالمي، والشريحه الثانيه وهو ده الاهم، شريحه الناس العاديه اللي ما تعرفش مصر هي ايه، او اللي ما تعرفش مصر وصلت لايه. احنا يمكن يعني للاسف، وخلينا نقول هذا الكلام والكلام ده مهم، يمكن احنا بنلف العالم ومختلطين باخواننا العرب والخليجيين وفي اوروبا، في كم من الدعايه المقصوده المسيئه الموجهه الممنهجه عبر ادوات التواصل الاجتماعي والواتساب ضد مصر، يعني بعض النكات وبعض وبعض كل هذه الاشياء السخيفه اللي معروف مصدرها. لكن النهارده هذا المعرض يقلب الطاوله على كل منافق وكل حاقد وكل من تسول نفسه ان هو يتحدث بشيء من السوء او عدم المصداقيه عن مصر. الحقيقه دكتور عمرو، معلش حضرتك في مستهل المداخله اشرت الى ربط بين خطوات الاصلاح الاقتصادي، معدلات النمو التي تحققت حتى وان كانت اقل من المستهدف لكنها تبدو نادره واستثنائيه في ضوء تداعيات جائحه كورونا، وبين هذا الجناح الكبير والضخم والاستثنائي ايضا في معرض اكسبو. ما الربط الذي يمكن ان يساق في هذا الاطار بين خطوات الاصلاح الاقتصادي وما تحقق وبين هذا هذه المشاركه المصريه في المعرض؟ لا معلش يا شريف، ما تزعلش مني، انا بس هقول معلومه او يعني بس اصحح شيء بسيط. هو مش اقل من المستهدف، بالعكس. احنا لما نسقط في وانا هكلمك بارقام اقتصاديه يا شريف، احنا لما نسقط في الاصلاح الاقتصادي وننزل في الناتج. دكتور عمرو، دكتور عمرو، يبدو ان هناك مشكله في ان نتم هذه المداخله مع الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي والمستشار الأسبق والبنك الدولي. نشكره على أي حال مسلطا الضوء على هذه المشاركة وعلى هذه اللقطات التي نتابعها من مشاركة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وتفقده للجناح المصري المشارك في معرض إكسبو دبي 2020. في شأن آخر، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقرير صادر عنها مستهدفات خطة العام المالي الجاري 2021-2022 في مجال التنمية المحلية. قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد أن الاستثمارات الكلية المستهدفة للتنمية المحلية في خطة هذا العام تبلغ حوالي 22 مليار و900 مليون جنيه. تأتي محافظة القاهرة في المرتبة الأولى من قيمة هذه الاستثمارات بنسبة بلغت 16.13%، تلتها محافظة الجيزة بنسبة 6.18%، ثم محافظة البحيرة بنسبة 6.1%. فيما يخص معدل الصادرات المصرية إلى أسواق العالم المختلفة وتحديدا فيما يخص القطاع الزراعي، أعلن وزير الزراعة السيد القصير وصول الصادرات الزراعية المصرية إلى 5 ملايين طن لأول مرة هذا العام، بزيادة قدرت بنحو 600 ألف طن عن الفترة ذاتها من العام الماضي. ضمت قائمة أبرز الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح والبطاطس وبعض الفواكه كالفراولة والرمان والبطاطا، فضلا عن خضروات مختلفة شملتها هذه الصادرات. أضاف وزير الزراعة أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت معدلات وصلت إلى 1,867,000 طن، إضافة إلى تصدير 620
ألف طن من البطاطس أو يزيد لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية المصرية بعد الموالح، بينما جرى تصديره أكثر من 576 ألف طن من البنجر محتلا المركز الثالث في سلم الصادرات الزراعية المصرية. الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ينضم إلينا عبر الهاتف. دكتور محمد أهلا وسهلا بحضرتك، ما الأسباب التي يمكن أن تعزى إليها هذه الزيادة المقدرة بنحو 600 ألف طن عن الفترة نفسها من العام الماضي؟ معدل الصادرات الزراعية بلغ 5 مليون طن. يعني الأول اسمح لي أشكر حضرتك، والحقيقة اهتمام الدولة المصرية كان واضح جدا بالقطاع الزراعي من فترة كبيرة، وفي الفترة الأخيرة بعد هذا الاهتمام وزيادة حجم الدكنة من القطاع الزراعي من الحصلات الزراعية اهتمينا ايضا بفكره التصدير. يمكن في اخر ثلاث سنوات لوحدها احنا فتحنا اكثر من 40 سوق جديد، العام الماضي وحده احنا فتحنا 11 سوق جديد للحصلات الزراعيه المصريه، وده خلانا خلال حتى عام جائحه كورونا اللي هو عام 2020 نقدر نحافظ على حجم صادرات يتجاوز 5 مليون طن. النهارده وخلال هذا العام نتيجه الجهود المتتاليه لتطوير القطاع الزراعي قدرنا ان احنا نصل الى 5 مليون طن، يمكن بزياده قدرها 600 ألف طن، يعني حوالي ما يقرب من 14-15% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وده يدل على إن احنا الحمد لله قادرين إن احنا نطور من أنفسنا، قادرين إن احنا نحافظ على جودة منتج هي الأعلى في الأسواق. يمكن ده خلانا نتربع على عرش عدد كبير جدا من الحصلات الزراعية اللي بيتم تصديرها على مستوى العالم زي الموالح، احنا الدولة الأولى عالميا في تصدير الموالح، تصدير الفراولة المجمدة، بتصدير البصل، الثوم، عدد كبير جدا من الحصلات احنا بنتربع فيها على القمه او على الاقل احنا من 5 دول الكبار المصدره لهذه الاصناف، فده بيدل على ان احنا عندنا اهتمام كبير جدا بهذا القطاع، عندنا نتائج مبشره ونتائج مستمره، وان شاء الله نستمر في تطوير هذا القطاع بشكل اكبر. دكتور محمد، التحدي الاساسي كان مرتبط بفتح اسواق جديده اخذا في الاعتبار بعض الظروف التي احاطت بسوق الصادرات الزراعيه حول العالم مع تاثيرات فيروس كورونا، كان الامر مرتبط بفتح اسواق جديده ولا استيفاء بعض المتطلبات الخاصه بجوده الصادرات التي ستتوجه لهذه الاسواق؟ يعني هو الامر كان مرتبط بحاجتين، اول حاجه فتح اسواق جديده، بس عشان نفتح سوق جديد مثلا زي السوق الياباني ده بيتطلب ان احنا نوفر او يكون عندنا قدره على تلبيه عدد كبير من الاشتراطات الصحيه اللي كان بتبقى بالنسبه لنا عائق فيما مضى ان احنا نوفرها، لان كان في نوع من انواع يعني بعض المزارعين ما كانش بيلتزم بالتعليمات الصحيه اللي بتصدرها وزاره الزراعه، وده خلانا نقوم ببرنامج كامل لتدريب وتاهيل المزارعين، وعندنا برنامج اسمه برنامج متطلبات المبيدات اللي قدرنا نخلي فيه مجموعه من العاملين في القطاع الزراعي بيبقى عندهم وعي كامل بالمبيد واستخداماته واليه تطبيقه واليه تلافي اي خطر منه، تلافي ان يكون في متبقيات للمبيدات في الحاصلات الزراعيه المصريه. كمان احنا قمنا بتطوير واستحداث معمل متخصص في فحص متبقيات المنتجات والعناصر الثقيله داخل المنتجات الزراعيه، هذا المعمل حصل على اعتماد شهاده الايزو، والحمد لله كل ما عملنا في وزاره الزراعه حصل على شهاده الايزو، ولكن هذا المعمل ايضا اصبح معمل مرجعي بالنسبه لدول الاتحاد الاوروبي من خارج الاتحاد الاوروبي، ده معمل مرجعي بالنسبه لهم ونتائجه معتمده في دول الاتحاد الاوروبي، وده ادى مصداقيه وقيمه كبيره للنتائج اللي بتصدر من الدوله المصريه. فهو الحقيقه عمل متكامل بيبدا بان احنا بنفتح اسواق جديده، بنهتم بجوده المنتج، بنهتم بتاهيل المزارع، بنهتم بتوفير المنتجات الامنه للمزارع، وكمان بنحافظ على ان احنا نقوم بعمليات الفحص والرقابه الصارمه على المنتجات الزراعيه، وده خلانا نوفر منتج امن للمواطن المصري سواء محليا او كمان للدول العالم اللي احنا بنصدرها في الخارج بشكل كبير في الفتره الاخيره. دكتور محمد، انت اشرت الى المزارعين بشكل عام كجزء اساسي من الداعمين ل زيادة معدلات الصادرات الزراعية المصرية، حجم إسهام عوامل المزارعين من حملة الحيازات التي قد تكون أقل نسبيا أو حجم إسهام القطاع الخاص حتى لو كان من ذوي الحيازات الكبيرة في هذه الطفرة الكبيرة في معدل الصادرات المصرية إلى الخارج؟ لا، احنا في العموم الحقيقة الفترة الأخيرة احنا بنشوف برامج متكثفة لتأهيل المزارع الصغير، الحيازات الصغيرة اللي بتبقى أقل من 3 فدادين، احنا عندنا برنامج مشروع كامل اسمه مشروع تعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين، وده من خلاله ان احنا بنقدر نربط ما بين المصدرين وما بين صغار المزارعين، بنعمل لهم روابط، بنجمعهم مع بعض، بدأنا نشتغل على فكرة الزراعات التجميعية، الزراعات المكثفة،
بحيث ان احنا نتلافى ان يكون في تفتت في الحيازه اللي كانت المشكله اللي حضرتك بتتكلم فيها او الشكل اللي حضرتك بتتكلم فيه. فاحنا عندنا صحيح في اكثر من يعني اعتقد نسبه كبيره جدا تتجاوز 80% يعني من الحيازات الموجوده حيازات صغيره، ولكن الحقيقه التجميعات اللي بنقوم بيها، الجهود اللي بنقوم بيها في هذا الاطار، وان احنا بنخلق كمان حاجه اسمها روابط تسويقيه، وبنخلق كمان حاجه اسمها لجان تسويقيه ومجموعات المنتجين، دي ادتنا فرصه ان احنا نعمل تجميعات زراعيه متكامله، ودي تساعد ان احنا نعظم ونزيد من حجم صادراتنا للخارج ومساهمه صغار المزارعين فيها بشكل. دكتور محمد، مشروعات مرتبطه بالاستثمار الزراعي بخلق مجتمعات جديده، صحيح هي مرتبطه بالدرجه الاولى بالبيئه الزراعيه، مشروع 1.5 مليون فدان، مشروع الدلتا الجديده في الساحل الشمالي الغربي، ومشروع استعمال الصوب الزراعيه ضمن الارتفاع او الارتقاء بجوده المنتج الزراعي المقدم. هل هذه المشروعات حتى لو كنا نتعامل مع باكوره ما انتجته اسهمت او ساهمت في زياده معدل الصادرات، ولا كان المستهدف الاساسي منها سد الفجوه الغذائيه المحليه؟ لا طبعا، الاول احنا بندور على سد الفجوه الغذائيه محليا، ثم التصدير ما يفيد للمواطن المصري. بس خليني اقول لحضرتك كمان في مشروع مهم جدا اطلقته الدوله المصريه لا يقل اهميه عن هذه المشروعات اللي حضرتك ذكرتها، اللي فعلا بتمثل اهميه كبرى في مشروع تطوير ري، وايضا مشروع صحيح حياه صحيح اللي هو بيمثل قيمه مضافه جدا عشان نطور حياه الفلاح المصري، سكان المناطق الريفيه، نطور من معيشتهم، نوفر لهم خدمات اللي هم محتاجينها، نساعدهم في ان هم يقدروا يوفروا منتج عالي الجوده، ويكون الانتاج الزراعي بالنسبه لهم اكثر ربحيه، وبالتالي تستمر عجله الانتاج، ويكون الانتاج الزراعي هو من اولويات الفلاح المصري. الحقيقه لابد ان هو يشعر ان هناك تطوير بيحدث في هذا القطاع علشان يقدر يستمر في عمليه الانتاج بتاعته، وبالتالي يحافظ على حجم تلبيه المواطن او تلبيه احتياجات المواطن المصري وتصدير الفائض لدول العالم الخارجي. وكل هذه المشروعات مجتمع الحقيقه اسهمت بشكل كبير جدا، سواء في عمليه التوسع الافقي اللي بنقوم بيها وزياده المساحه المنزرعه في مصر، وايضا عمليه التوسع الراسي من خلال زياده انتاجيه الارض نفسها، كمان تطوير حياه الفلاح المصري بالشكل اللي يؤدي الى ان يكون منتج عالي الجوده، منتج اكثر امنا، منتج اكثر قدره على المنافسه سواء محليا او دوليا. العوامل دي طبعا كان لها اثر مباشر في زياده حجم الصادرات الكليه والصادرات الزراعيه للدوله. معدل الصادرات الزراعيه المشار اليه ب 5 مليون طن والقفزه التي قدرت ب 600 الف طن مرتبطه بالفواكه او المنتجات الزراعيه الطازجه، ولا جزء منها كان تلقى مرحله من مراحل التصنيع كالفاكهه المجففه او خلافه؟ هل هناك فصل بين الاثنين، ولا الكل بيدخل ضمن اطار الصادرات الزراعيه؟ لا، ده بيدخل ضمن اطار الفواكه المجففه او اسف الطازجه والخضروات الطازجه، مش بيخش في عمليات التصنيع. عمليات التصنيع بتحسب ضمن الصادرات السلعيه ككل، لكن احنا بنتكلم على الصادرات الزراعيه بنحسب فيها الحاجات. يعني احنا لو اضفنا معدل ما صدرناه من فواكه مجففه او ما تعرض لجانب صناعي، سيكون حجم الصادرات المرتبطه بالمجال الزراعي حتى اكبر من 5 مليون طن. طبعا، ونرجع تاني نقول القطاع الزراعي هو قطاع تشابك، التنميه في القطاع الزراعي لا تؤثر على القطاع الزراعي وحده، ولا تؤثر على العديد من القطاعات الاخرى. يعني خلينا اقول لحضرتك قطاع الغزل مثلا ده من القطاعات المتشابكه بشكل كبير جدا مع القطاع الزراعي، لان هذه الصناعه محتاجه بشكل كبير وكميه كبيره الى محصول القطن مثلا، فبالتالي ده مهم جدا بالنسبه لها. طبيعي ده مش بنصدر منتج زراعي، ولكن في النهايه هو منتج تشابكي مع القطاع الزراعي. ايضا عمليات التصنيع الزراعي، العصائر، المركزات، كل المنتجات اللي بتطلع برضه دي قطاع تشابكي مع القطاع الزراعي، فالتنميه في القطاع الزراعي لا تؤثر على القطاع الزراعي وحده، ولا تؤثر على العديد من القطاعات الحيويه. وطبعا القطاع الزراعي الحمد لله قدر في الفتره الاخيره يحقق طفرات بصفته ان هو يعني كمدخل نهائي او كمنتج نهائي بيخرج، لان كمان برضه هو بيساهم بشكل كبير في تلبيه احتياجات قطاعات اخرى. دكتور محمد، معلش، يعني بعض المحافظات، بعض القرى داخل بعض المحافظات التجأت الى انماط مختلفه بعيدا عن الزراعات التقليديه، حتى لو كانت الزراعات التقليديه توصف بانها زراعات استراتيجيه، الالتجاء الى الزراعات العطريه، الورود وخلافه، الزراعات المرتبطه بالطماطم الكرزيه او الشيري توميتو، زراعتها بهذا الشكل لها اي مردود اقتصادي على مستوى الصادرات المصريه، ولا المردود المباشر مرتبط بمعدل ما يتم تسويقه من قبل زارعي هذه المساحات؟ يعني طبعا احنا كل ما يكون عندنا قيمه اقتصاديه وعندنا زراعات عاليه القيمه الاقتصاديه، ده بيساهم بشكل كبير جدا في تحسين مستويات دخول صغار المزارعين، وبالتالي تطوير القطاع الزراعي. وبعدين احنا عندنا الحمد لله ربنا حمينا بنعمل، احنا عندنا الجو بنقدر نزرع فيه مره واثنين
خلال العام عندنا موسم زراعي او موسمين، واحيانا بنصل الى 3 مواسم زراعيه. ده بيؤدي الى ان يكون في دوره انتاجيه اكبر ويكون في تكثيف في الانتاج اكبر. كمان الجهود اللي قامت بها الدوله المصريه بمزيد من التوسعات في مناطق اخرى تدي فرصه ان يكون عندنا مساحات نقدر نزرعها بالمحاصيل الاستراتيجيه اللي احنا بنحتاجها، وكمان في نفس الوقت يكون في فرصه للمزارع ان هو يقدر يلاقي اصناف اكثر ربحيه بالنسبه له تساعده في تحسين مستويات دخوله. فالحقيقه ما يحدث على ارض الواقع في الدوله المصريه هو تنميه متكامله شامله بكل القطاعات المرتبطه بالقطاع الزراعي، مش بس القطاع الزراعي لوحده، كمان حتى الخدمات اللي بتقدم زي خدمات التصنيع الزراعي بدات تكون موجوده في كل المجمعات الجديده اللي احنا بنشتغل عليها زي مشروع الدلتا الجديده مثلا. هنلاقي احنا في 1 مليون فدان زراعه، وهنلاقي المساحه المستصلحه اكثر من 6.10 مليون فدان، لان في فرصه لمزيد من القطاعات او مزيد من المساهمات اللي بترفع من القيمه التسويقيه للحاصلات الزراعيه. كل ده الحقيقه اصبح موجود على ارض الواقع بشكل كبير وبشكل بنلمسه بشكل واضح، يدي قيمه اقتصاديه افضل للفلاح، يدي عائد اقتصادي ومردود ايجابي بالنسبه للقطاع الزراعي للفلاح وصناعته، ويدي له فرصه ان هو يقدر يوسع من مراته ويوزع من او يوسع من الجهود اللي بيقوم بيها لزراعه مزيد من الاراضي، وبالتالي تلبيه احتياجات المواطن بشكل اكبر والمساهمه في زياده حجم الصادرات الكليه والصادرات الزراعيه بالنسبه للدوله المصريه. اخيرا دكتور محمد، حضرتك تتابع كما يتابع العالم باكمله نظر التضخم الكبير الذي قد يعيشه العالم خلال المرحله المقبلة، والذي بدأت بشائره إذا جاز التعبير تظهر في هذه المرحلة والأزمات المرتبطة بسلاسل الإمداد وما يساق في هذا الإطار. هل سنعيد النظر في سياستنا التصديرية فيما يخص المنتجات الزراعية، ولا لدينا من ما ننتجه ما يكفي سد الفجوة حتى لو كانت مستقبلية؟ يعني والحمد لله الجهود اللي قامت بها الدولة المصرية بيبان أثرها. شفنا خلال العام الماضي جائحة كورونا أثرت بشكل كبير جدا على حركة التجارة العالمية، ولكن رغم ده احنا قدرنا نلبي احتياجات المواطن المصري. كمان الحقيقه جائحه كورونا اثبتت للعالم اجمع ان القطاع الزراعي هو احد القطاعات الحيويه التي لا يمكن الاستغناء عنها. الدوله المصريه كانت سابقه بخطوه او بخطوتين ثلاثه كمان، وكانت شايفه الموضوع من بدري، شافت ان القطاع الزراعي هو بيمثل الامن القومي بالنسبه للمواطن المصري، او جزء من اجزاء الامن القومي بالنسبه للمواطن المصري، هو جزء الامن الغذائي، وبالتالي كان الاهتمام بيه واضح جدا. نتائج هذا الاهتمام وضحت بشكل كبير جدا في تلبيه احتياجات المواطن، ولا زلنا في اطار تلبيه احتياجات المواطن شايفين الحمد لله كل محاصيل الخضره والفاكهه اللي بيحتاجها المواطن المصري بنوفرها محليا، كل احتياجات المواطن المصري تقريبا من الدواجن قدرنا نوفرها محليا، بيض المائده قدرنا نوفرها محليا، الالبان قدرنا نوفرها محليا، كل ده يدي فرصه حتى الاسماك، اسماك الماء العذبه اللي بتكون عليها طلب كبير من المواطن المصري، الحمد لله تقريبا قدرنا نوفرها كليا، فبالتالي ده يدي فرصه ان يكون عندنا متنفس وعندنا آلية ان احنا نقدر نلبي احتياجات المواطن المصري. وتصدير ما يفيد، احنا في النهاية عملية التصدير احنا مش بنصدر المنتج الاساسي اللي بنحتاجه المواطن، احنا بنصدر ما يفيد على احتياجات المواطن المصري، وبالتالي ده يساعد ان احنا نحافظ على اتزان السوق، نحافظ على تلبية احتياجات المواطن، وكمان يكون في قيمة اقتصادية اكبر بالنسبة للقطاع الزراعي. فبالتالي يعني اعتقد مع الجهود اللي قامت بها الدولة المصرية ان شاء الله يعني هيكون التأثير محدود. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منضما إلينا عبر الهاتف. فاصل قصير نعود من بعده لنبدأ نقاشنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار. أهلا بحضراتكم من جديد. انطلقت اليوم فعاليات يوم المدن العالمي في مدينة الأقصر، والذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويمتد ليومين تحت عنوان تكيف وتعزيز لقدرات المدن لمقاومة التغيرات المناخية، وذلك بحضور الرئيس الوزراء وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والسفراء. اعتمدت الأمم المتحدة 31 من أكتوبر من كل عام ليصبح يوما عالميا للمدن، مدينة أفضل لحياة أفضل. هذا للتأكيد على التزام واهتمام المجتمع الدولي بالتوسع الحضري العالمي المستدام ونشر التنمية الحضرية في جميع أنحاء العالم، ودفع التعاون بين الدول والمدن لتلبية الفرص ومعالجة تحديات التحضر. المزيد سيكون معنا في هذا النقاش كما أشرنا الكاتب الصحفي الأستاذ خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار. أستاذ خالد أهلا وسهلا. أهلا بك. اليوم العالمي للمدن يشير مباشرة لما أنجز على مدار السنوات السبع الماضية، لم يحدث في تاريخ مصر على مدار ليس التاريخ الحديث لكن أقدم من ذلك بكثير أن أنشأنا هذا الكم من المدن وفق مفهوم التنمية المستدامة. والحقيقة مش بس أنشأنا هذا الكم من المدن، إحنا أنشأنا هذا الكم من المدن الذكية
المدن اللي فيها مقومات الحياة الحديثة، المدن اللي بتعتمد في إدارتها على التكنولوجيا بشكل كامل، وكمان المدن الخضراء اللي بتقلل فيها بأكبر قدر من الإمكان التلوث انبعاثات الكربون. دي مسألة مهمة جدا. احنا على أبواب خلاص ان احنا نبدأ في افتتاح المدن دي مع بداية السنة الجديدة ان شاء الله، نبدأ بالعاصمة الإدارية وبعدها بقية المدن. الحقيقة تبقى نقلة كبيرة جدا. لكن اللي بيحصل في مصر كمان انك انت مش بس بتبني المدن دي، انت كمان بتعمل شغل كبير علشان تنقل المدن القديمة عندك، تحافظ على الطابع المعماري بتاعها وفي نفس الوقت تعمل لها تنمية بشكل كبير جدا وتحافظ عليها وتخليها صالحة لحياة الناس اللي عايشين فيها. نفس القصة في القرى في مشروع حياة كريمة. فالحقيقة لا، زي ما انت قلت اللي بيحصل في السبع سنين في الملف ده ما حصلش في تاريخ مصر. أستاذ خالد، وحضرتك بتشير إلى المدن ومدن ذكية، مش عارف إذا كان التعبير موفق ولا لا، لكن حجم التكالب من قبل المواطنين والأفراد العاديين على الذهاب إلى هذه المدن ومحاولة الحجز والحصول على قطعة أرض أو وحدة سكنية في هذه المنطقة يشير مباشرة إلى النموذج القديم اللي كان موجود في مصر، وكان التعامل مع المدينة الجديدة كما لو كان فخاً أو كمين، لا يعني مش في هذه المرحلة ومش حتى بعد إنشاء المدينة بعشر سنوات. ما الذي اختلف؟ اللي اختلف الناس اتأكدت، يعني لما طلع التجمع وطلعت أكتوبر وطلعت زايد وطلعت المدن اللي هي دلوقتي ما بقتش مدن جديدة، الناس وقتها كانت بتخاف تروح الأماكن الجديدة، لكن مع الوقت الناس اتأكدت إن هي دي المستقبل، وإن دي الأماكن اللي الأسعار فيها بتغلى بشكل مستمر، دي الأماكن اللي ينفع يبقى فيها استثمار عقاري بيكسبهم مكسب كبير. فتأكدوا إن المدن الجديدة خصوصا مع المواصفات اللي معمولة في المدن الجديدة هي اللي فيها المستقبل وهي اللي فيها الاستثمار العقاري الحقيقي وهي اللي ينفع يعيشوا فيها أو يحجزوا فيها عشان خاطر أولادهم كمان للمستقبل. فعشان كده بقى هذا التكالب موجود الحقيقة، شفناه في العاصمة الإدارية في كل مشروعاتها تقريبا. لكن احنا عندنا مشكلة حقيقية في المدن دي، إن في ناس كتيرة بتحجز وما بتروحش تعيش، يعني ده بيعمل مشكلة بيحافظ على الضغط الموجود في المدن القديمة وما بينقلش الكثافات بالشكل المطلوب للمدن الجديدة. لكن المفترض في العاصمة الإدارية أن خلال خمس سنين من تشغيلها 2 مليون مواطن يروحوا يعيشوا فيها، نأمل أن الخطة تتم بالشكل ده، لأن ده الحقيقة هيعمل تشجيع كبير جدا على الناس تروح تسكن في كل المدن الجديدة. الجزء اللي حضرتك أشرت إليه مرتبط بما تعلنه الدولة بشكل دائم، أنه ما من مدينة تنشأ، ما من تجمع جديد ينشأ إلا وفيه مراعاة لكل المستويات الاجتماعية بما يراعي متطلبات هذه الشرائح، سواء كان على المستوى السكني، على المستوى التعليمي، على مستوى وفرة الخدمات. لا مدينة تصنف على أنها مدينة برجوازية أو مدينة مخملية. كانت فلسفة مقصودة أستاذ خالد؟ كانت فلسفة مقصودة طبعا، لأنه أنت بتعمل المدينة علشان الشعب المصري بكل طبقاته وكل فئاته روحوا فيها، أنت ما بتعملش مدينة عشان طبقة واحدة أو عشان فئة واحدة. والأهم كمان من كده أنك لما بتعمل مدينة بتعمل معها المصانع، المتاجر، الطرق، وسائل المواصلات، انت المدارس، المستشفيات، انت بتوفر للناس فرص اللي بيعيشوا هناك فرص العمل انهم يشتغلوا، وكمان فرص انهم يلاقوا كل حاجه محتاجينها في حياتهم موجوده في المدن دي. فعشان كده اعتقد انه ان شاء الله باذن الله مع بدايه تشغيل العاصمه الاداريه لا هنشهد نقله كبيره جدا من القاهرة القديمة اللي اكتظت بالسكان فعلا، واحنا شايفين دلوقتي مع بداية المدارس كمان قد ايه في زحمة في الشوارع، للمدن الجديدة اللي الناس تعيش كويس هنا وتعيش كويس هنا. فكرة انشاء المدينة حضرتك اشرت بشكل مستمر حتى لو كان بصورة عابرة عن ان ونحن نطور او ننشئ مدن جديدة ونستحدثها لم نغفل الطبيعة التراثية والبنائية والحضارية للمدن القديمة، وتحديدا واحدة من أجمل مدن العالم وأكثرها عراقة وتاريخية العاصمة القاهرة. حجم المنشآت التي تمت فيها، حجم الاستثمار في البنى التحتية تقريبا غير مسبوق أيضا على مدار السنوات الماضية. غير مسبوق على مدار السنوات الماضية، لكن كمان وده الرئيس أشار لي كذا مرة أنه كل حاجة بتعملها في القاهرة القديمة بتتكلف 4 أضعاف صح. اللي أنت بتعمله في المدن الجديدة، لأنك أنت صعب جدا أنك أنت تعمل تنمية أو تغيير أو هد وبنى أو رصف طريق والناس عايشة، الناس بتمارس حياتها وأعداد كبيرة. يعني القاهرة من أكثر مدن العالم ازدحاما، وسط كل الأعداد الكبيرة دي اللي عايشة أنت بتعمل كل المشروعات دي. أنت لو مشيت في القاهرة في الطرق في الأحياء في كل مكان تقريبا هتلاقي الشغل موجود والشغل شغال وليل نهار تقريبا، يعني ما بيوقفش لا ليل ولا نهار. ده كمان لازم نقول حاجة مهمة، أنه بيوفر فرص عمل لملايين الناس، أن ده كمان بيفتح بيوت ملايين الناس في ظل جائحة كورونا كمان، وان يبقى عندك هذا الشغل وهذا الكم من الشغل اللي بيفتح بيوت الناس. اعتقد ان دي كانت خطة ذكية جدا من الدولة. ما استوقفت حضرتك عنده في الإجابة الأولى ليك كانت مرتبطة بالمشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة، واللي يستهدف
مش تغيير واقع لكن نقلة نوعية استثنائية أيضا في حياة أكثر من 58% من سكان الجمهورية. جسر الفجوة أو سد اللي هو ما بين الريف والحضر هي غاية من بين الغايات التي تراعيها الأمم المتحدة في أي تقييم مرتبط بخطط التنمية. أي إطار وضعته الدولة وهي تدشن هذه المدن أن تعنى كذلك بتطوير الريف وتغيير واقع؟ ما انت لو بصيت في كل حاجة بتتم في مصر هتلاقي ان كل حاجة بتتم بالتوازي، يعني كل المشروعات دي بتتم مع بعضها وبتتم في نفس الوقت، مفيش حاجة خدت أولوية عن التانية، سواء في الصناعة في الزراعة في البنية التحتية في الطرق في الكباري في القرى في المدن. في اهتمام من الدولة وفي رؤية كانت موجودة وفي خطة محطوطة ل2030، كل المشروعات بتتم مع بعض. لما بدأت حياة كريمة الحقيقة، والرئيس كمان لما دشن حياة كريمة قال إنه ده التدشين الحقيقي للجمهورية الجديدة. صحيح. لأنك لا يمكن تنتقل هذه النقلة للجمهورية الجديدة ويبقى عندك 58 مليون اللي هم غالبية السكان، أغلبية السكان لسه ما عندهمش فرصة إنهم يعيشوا حياة كريمة، لسه ما عندهمش مقومات أساسية للحياة ولا احتياجاتهم الضرورية متوفرة في المكان اللي بيعيشوا فيه. علشان كده مشروع حياة كريمة والأمم المتحدة زي ما انت قلت الحقيقة حطته كمان ومن أهم المشروعات في العالم اللي بتتم وبتراعي الفئات الأقل دخلا والفئات الأكثر احتياجا وبتوفر لهم أسس ومقومات الحياة الكريمة. مش الأمم المتحدة بس، أعتقد كل المنظمات الدولية كمان أشادت بالمشروع ده. مفيش مشروع بهذه الضخامة بيستهدف كل هذه القرى بطول مصر وعرضها وبتقول انك هتنفذه في ثلاث سنين بس، التكاليف تتجاوز 700 مليار جنيه، اعتقد انه المشروع يمكن يكون الاضخم على مستوى العالم كمان. وهذه النقطه هي اللي كانت يعني منشا سؤالي التالي، حجم ما انفق في استثمارات البنيه التحتيه، حجم ما انفق في استثمارات المدن الجديده وخلافه، انفاق تريليوني، لم نعد نتحدث حتى بلغه المليار، انفاق تريليوني وفق حتى ما اعلن من وزاره التخطيط. وفي نفس اللحظه يقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يخصص ميزانية بدأت ب 515 مليار رفعت إلى 700 مليار بحكم زيادة المتطلبات وقد تزيد أصلا أكثر من ذلك. كيف يمكن للدولة أن تدبر مبالغ لم نكن نسمع بها من قبل تقريبا في 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 ضخامتها؟ لأنه بقى في حوكمة في الشغل، لأنه بقى في قفل المنافذ الفساد، لأنه بقى في حسن استثمار لأصول الدولة في كل المجالات. يعني أنت لما بتلاقي إن كان في أصول مهدرة، هذه الأصول بيحسن استخدامها، أراضي كان بيتم الاستيلاء عليها، مئات الأفدنة بل وألاف الأفدنة بمليارات الجنيهات كان بيستولى عليها البعض لحسابهم الخاص، لا الدولة دلوقتي بتستخدم ده لحساب الشعب كله، بتستخدم ده عشان تحقق مصالح الشعب كله، عشان الشعب كله يستفيد. وده جزء مهم كمان من كل اللي بيحصل في مصر، ان كل ثمار التنمية بيتم توجيهها لكل طوائف الشعب وكل فئات الشعب. الإصلاح الاقتصادي الحقيقة اللي كان العمود الأساسي اللي الدولة قدرت تستند إليه في إنها حتى تواجه جائحة كورونا، لما جت جائحة كورونا بتداعياتها السلبية المدمرة على عدد كبير من دول العالم، الإصلاح الاقتصادي ده كل ثماره في النهاية اتوجهت كمان للفئات الأكثر احتياجا من تكافل وكرامة وصولا إلى حياة كريمة. الرئيس السيسي في يوم حفل استاد القاهرة 15 يوليو أشار وهو يتحدث بفخر شديد عن هذا المشروع إلى أن نحن نجني الآن ثمرة من ثمار الإصلاح الاقتصادي، وما كان لنا أن نقدم عليها لولا خطوات الإصلاح الاقتصادي. الإصلاح الاقتصادي ومعالجة الدعم ومعالجة حقيقية، أنك تضمن أن الدعم يبقى دعم حقيقي بيوصل للفئات اللي محتاجاه فعلا، أعتقد أن ده جزء مهم جدا من الدولة عمليته طول الفترة اللي فاتت والمفترض تستكمله في السنوات اللي جاية كمان، لأنه هناك من يستحق ومن يستحق يجب أن يحصل على ما يحتاجه. فلسفة جديدة توضع وللرئيس السيسي إشارات وتنبيهات مهمة في هذا الإطار مرتبطة بأن الأمر ليس قائم على إنشاء أو تدشين المشروع على قدر أهميته، لكن هناك نسبة مئوية من جملة ما يخصص للمشروع مرتبط بالصيانة والمتابعة الدورية لهذا المشروع، لعلنا نتلافى جزء من الأخطاء الكارثية التي كنا نقع فيها قديما. الحقيقة اللي أنت بتقوله صح تماما، لأنه اللي احنا بنشوفه أخطاء كارثية ونتائج كارثية. واللي احنا بنشوفه دلوقتي لما الرئيس اتكلم ان احنا عشان نعمل اصلاح في اي حي من احياء القاهره بنتكلف 4 أو 5 أضعاف اللي نعمله لو جينا نعمل الحي ده في منطقه صحراويه جديده، جزء منه لانه ما كانش فيه صيانه طول الفتره اللي فاتت، جزء منه ان كان فيه اهمال، هذا الاهمال بيأثر على كل البنيه التحتيه، بيأثر على كل المباني، بيأثر في النهايه على حياه الناس كلها. الدوله وهي بتعمل هذه النقله وهي بتحافظ على المدن القديمة وبتعمل المدن الجديدة كان لابد أن يبقى في هذه الرؤية الواضحة أنه كل ده محتاج صيانة، محتاج
إدارة كويسة ومحتاج صيانة مستمرة عشان تقدر تحافظ عليه، لأنك أنت عايز تعمل تنمية مستدامة، أنت مش بتعمل حاجة تحل بيها مشكلة صحيح. عاجلة والمشكلة دي تتكرر بعد سنة أو اتنين، لا أنت الهدف الحقيقي أنك تعمل تنمية مستدامة والناس تستفيد من ده أطول وقت ممكن. غاية من بين الغايات المقدمة في احتفال العالم بيوم المدن العالمي التعاطي مع التغيرات المناخية، لأن المسألة لم تعد فيها أي رفاهية. نتذكر صحيح. من أكثر من 12 أو 13 سنة كان في مؤتمر لبحث التغيرات المناخية ومستقبل كوكب الأرض في العاصمة السويدية ستوكهولم، وفي أحد البرامج استطلعت آراء المواطنين في شوارع القاهرة، وكان الأمر فيه جانب فكاهي من الناس، تغيرات مناخية إيه ما الذي تغير أو اختلف يجعل قضية التغير المناخي ينظر إليها حتى داخليا على أنها قضية وجودية تقريبا؟ لأن احنا بقينا بنحس بده، في الصيف بنحس بالحرارة الشديدة اه صحيح، في الشتاء بنحس بالبرودة الشديدة، وكنا بنقول على نفسنا في الصيف ان احنا جونا بقى جو خليجي، ده ما كانش بيحصل في مصر، مصر كان دايما جوها بيبقى معتدل سواء صيف او شتاء. هذا التغير خلانا نحس بده، خلانا كمان نهتم ان في حاجة خطيرة بتحصل، وان هذه الحاجة لو استمرت اعتقد انها تأثر علينا كلنا وتأثر على كوكب الارض. وده جزء مهم كمان منه مؤتمر المناخ اللي بتستضيفه بريطانيا في الايام اللي جايه، لانه الدول الكبيره هي اللي سببت هذا الضرر الكبير صحيح. وهي للغايه دلوقتي رافضه تدفع فواتير اصلاح هذا الضرر، وعايزه تحملنا كدول ناميه ان احنا نتحمل معاها هذه الفواتير. الحقيقه في يعني في حتى الان لا يوجد هذا التوافق ولا يوجد هذا التعاون ممن تسببوا باثار كارثيه على المناخ، لكن المناخ ليه علاقه مباشره بحياه الناس. النقطه الاخيره استاذ خالد، حضرتك بتشير بقطع لحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في اكثر من مناسبه، اخرها في قمه النظم الغذائيه التي عقدت على هامش فعاليات الدوره الاخيره من الجمعيه العامه للامم المتحده، قال هاتين النقطتين: ليس من العداله والانصاف ان يتحمل الجميع بنفس الكلفه رغم فوارق المتسببين، والجزء الثاني حتمية النظر في تقاعس الدول عن الوفاء بالتزامات ال 100 مليار دولار المقررة في مؤتمر باريس. الحقيقة دي اللي الرئيس اتكلم عنه هو مسار الشكوى الدائمة، واللي احنا بنتكلم عنه دلوقتي ما زال هو مسار الشكوى الدائمة. نأمل انه في مؤتمر بريطانيا يوصلوا لحلول حقيقية، يبقى في حلول حقيقية، وزي ما قلت في اليوم العالمي للمدن جزء مهم من هذه الاحتفالية هو المناخ. صحيح. لانه المناخ هو انت في النهايه بتعيش في وسط جو سواء كان حر او برد او معتدل، وده بيأثر على حياتك وبيأثر على مزاجك وبيأثر على صحتك وليه تأثيرات على كل جوانب الحياه. فانا اعتقد انه قضيه مهمه، ويا ريت نشوف لها في الايام اللي جايه بدايه حلول حقيقيه. بمناسبه نشوف الحلول، الدولة عندما أقرت بعض مشروعاتها أو جانب أساسي من جوانب هذه المشروعات كانت مرتبطة بوسائل النقل الذكي في محاولة لتقليل كلفة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو الغازات الدفيئة. شكل تعامل الدولة أيضا بشكل قديم على مدار السنوات الست الماضية، التعامل مع وسائل مواصلات تعمل بالطاقة الكهربائية، استبدال الوقود الأحفوري، التعامل مع سيارات تعمل إما بالغاز الطبيعي أو الهجين. الدولة مدية اهتمام كبير للمسألة دي، ولما أعلنوا كمان عن المشروع الكبير اللي الرئيس أعلنه إنك تحول السيارات بالبنزين تشتغل بالغاز، والسيارات القديمة كمان تروح تسلمها وتاخد سيارة جديدة بالقسط، وفي دعم لده كل ده، وحتى المشروعات الجديدة سواء في وزارة الإنتاج الحربي أو وزارة قطاع الأعمال، أنت بتشوف في الأتوبيسات أو في السيارات الاتجاه بشكل كبير جدا في انك تتعاون مع كبرى الشركات العالميه عشان تدخل سيارات الكهرباء. انت عندك هذا الاحساس بهذه الازمه، وعندك هذا الاحساس بانك وانت داخل عصر مدن جديده لازم كمان وسائل النقل كلها تبقى بتستخدم الطاقه الجديده اللي بتقلل الانبعاثات وبتقلل التاثير الضار على المناخ والتاثير الضار على البشر. انت كده بتحافظ على صحه الناس كمان، بتوفر لهم فلوس وبتوفر كمان للدوله فلوس، لان الرعايه الصحيه تكلفتها عاليه جدا. مصر كان عندها الرؤيه دي، واعتقد ان الرؤيه دي مكمله، لان كل المشروعات اللي احنا بنشوفها في وسائل النقل كلها بتتجه في الاتجاه ده. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ خالد ميري، انا شكرا جزيلا الاخبار. شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا لحضراتكم ايضا على طيب المتابعه. انتهت هذه الحلقه من منشأة، في امان الله.